الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه فود كورت، يوم جديد ووصفه جديده. والنهارده بقى وصفتنا هتكون حاجه متعلقه بنفسنا، يعني كستات او كبنات، يعني الانثى عامه تهتم بنفسها شويه. احنا طبعا اطار القناه بتاعنا اللي هو اسمها فود كورت فليها علاقه كلها بالاكل، فكنا دايما بنعمل الوصفات او الاكلات والحلويات كلها بتاعه الاكل بس. فانا حبيت ان انا اعمل زي سلسله من الفيديوهات تكون ليها مرجع لينا، يعني كبنات كده نحب نهتم بنفسنا شويه، بس مش هنخرج عن اطار الكلمه فود. يعني احنا دلوقتي في المطبخ عندنا مكونات كتير بنستخدمها كل يوم بنعمل بيها الاكل، مكونات طبيعيه كلها هنبدا نستخدمها ونستغلها في ان احنا نهتم بنفسنا وبشرتنا، بشره الجسم وبشره الوجه نفسها، الايدين الرجلين يعني ككل. فهنعمل شوية فيديوهات ان شاء الله تستفيدوا منها، واحب بقى اعرف ارائكم يعني او كومنتاتكم ان انتوا لما تجربوها هل هتستفيدوا منها ولا لا. النهاردة ان شاء الله اول فيديو كده واول مكون هنستخدمه ونعمل منه وصفات هو مكون واحد بس، هو البيكنج باودر. البيكنج باودر احنا بنستخدمه دايما في المخبوزات وفي الحلويات كتير، بس ما كناش نعرف ان هو ليه فوائد كمان لينا في المجال التجميل. فالبيكنج باودر من الحاجات المميزة جدا، وانا لما كنت فعلا قريت عنه كتير او بحثت عنه ولقيت كتير ناس بتشكر فيه، حبيت ان انا اجربه بنفسي، فلقيت فعلا ليه فوائد وفي نفس الوقت كمان فعلا بيدي تأثير حلو جدا مع البشرة. طبعا البشرة الحساسة اهم حاجة انها لما تيجي تجرب اي وصفة انها بتجربها على مكان صغير، يعني على الايد مثلا جزء صغير تجرب، لو لقت ان هي يعني بشرتها بتتحسس قوي من الوصفة دي بلاش وتبعدها خالص وما تستخدمهاش، لكن لو لقت بشرتها بتستجيب ليها ومفيش اي التهابات ولا اي حساسية خلاص يبقى انا بشرتي امنة جدا ان استخدم الوصفة دي وابدأ اعملها. وطبعا كل الوصفات اللي بيبقى فيها حاجات طبيعية يعني بنسبة كبيرة ما بتبقاش بتضر خالص البشرة. البيكنج باودر ده ليه فوائد كتير جدا للبشره، من ضمنها ان هو مقشر للبشره، يعني بيقشر الجلد الميت خالص وبيدينا طبقه الجلد النضره اللي هي تحت الجلد الميت. تاني حاجه ممكن برضو بيرطب البشره، يعني لو في جفاف شويه في الجلد او البشره الوجه هيبدا هو يرطب شويه معانا. غير كده ممكن نعمل منه غسول ونبدا الغسول ده نشطف بيه بشرتنا نفسها، هنلاقيه بيدي زي تاثير حلو جدا، افكت عالي جدا للبشره. ممكن نستخدمه كمان للعنايه بالاقدام، يعني ممكن نعمل محلول ونحط فيه بيكنج باودر ونبدا نخلطه كويس، وبعد كده نبدا ننقع فيه الاقدام فتره، هنلاقيه هنلاحظ ان هو بيشيل برده الجلد الميت. نبدا بعدها نبرد الرجل بالمبرد بتاع القدم، هنلاقي الجلد الميت كله بيتشال طبعا، ونبدا نرطب الجلد بتاع القدمين. طيب كمان لقوا من الحاجات المفيدة جدا للبيكنج باودر ان هو بيساعد على علاج حروق الشمس، يعني الناس اللي بتتعرض للشمس فترات طويلة ولا حاجة ممكن تعمل برضو زي غسول كده من البيكنج باودر وتبدأ ترطب بيه البشرة نفسها، فهيهدي جدا من الحروق بتاعة الشمس. كمان انا عن نفسي لما جربته للحب الشباب لقيت لما بتعملي الماسك نفسه او بتحطيه على حب الشباب نفسها بتبدا الحبايه نفسها تهدى خالص وتقل، وممكن ايه بتختفي خالص. كمان هو من فوائده، ودي طبعا اللي احنا نفسنا فيها جدا، ان هو بيساعد جدا على تفتيح البشره، بما انه بيشيل الجلد الميت يعني بيقشر لنا البشره بطريقه حلوه، فهنلاقي بعد كده البشره بدات لونها يرجع لطبيعته شويه ويبدا يوحد لون البشره. انا ممكن استخدم البيكنج باودر بالطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي، او ممكن بنضيفه على مكونات تانية ونبدا نعمله بشكل تاني. ابسط طريقه واسهل طريقه نقدر نعملها دلوقتي ان احنا بناخد معلقه واحده بس من البيكنج باودر، هنجيب طبق وهنحط فيه معلقه واحده من البيكنج باودر بس كده، يعني معلقه واحده ليها السحر. ونبدا نعمل ايه، نحط عليها برده معلقه من الميه ونبدا نخلط البيكنج باودر. لو لاحظتوا ان اول ما بنحط الميه على البيكنج باودر بيبدا يعمل الفوران ده. طب الفوران ده ليه؟ لان الميه لما بتنزل على البيكنج باودر بتتفاعل، بيحصل زي تفاعل كيميائي شويه، فبيطلع منه ثاني اكسيد الكربون. طبعا احنا عارفين ثاني اكسيد الكربون ده غاز ليه فوائد جدا للبشره، هو ده اللي بيساعد على تقشير البشره.
البيكنج باودر لما كنا بنستخدمه في الحلويات او في المخبوزات طبعا كنا بنلاقي ان هو بيساعد على ان العجينه او الكيك مثلا تنتفخ وتبقى جواها زي فقاعات كده، يعني تبقى هشه. فبما انه برضو دلوقتي خلطناه بالمية وطلع ثاني اكسيد الكربون، هنبدا نقلب كويس الخلطه دي، وبعد كده نستنى بس تهدي شويه، وبعد كده نبدا نطبقها على البشره. التطبيق على البشرة سواء بشرة الوجه أو بشرة الإيدين هنعمل إيه؟ بناخد من السائل ده نفسه اللي هو البيكنج باودر، طبعا كل دي فقاعات من ثاني أكسيد الكربون. بنعمل إيه بقى؟ بنجيب قطنة، أي قطنة عندك متوفرة أو منزيل لو متوفر، ونبدأ نبل بس الخلطة دي نفسها، ونبدأ ندلك بشرة الوجه أو بشرة الإيد في حركات دائرية. ندلك بقى يعني كأننا بنقشر البشرة كده فترة، يعني كام دقيقة كده، وبعد كده بنسيب الغسول ده نفسه على البشرة شوية، وبعد كده نبدأ نشطف بشرتنا بماء يكون فاتر. هتلاحظوا من أول تجربة إن شاء الله إن هو بيفرق كتير جدا، هتلاقوا البشرة نورت جدا، هتلاقوا هو شال الجلد الميت. فجربوها وياريت تقولوا لي رأيكم إن شاء الله بعد ما تجربوها. دي كده اول وصفه وابسط وصفه، يعني بنحط الميه على البيكنج باودر وبقطنه نبدا نطبقها على الوش. طب انا لو عايزه اعمله غسول هبدا اخففه بالميه لحد ما يبقى في صوره سائل اكتر من كده شويه، ونبدا نحطه في حاجه زي مثلا ازازه او بخاخ، ونبدا نشطف بيه البشره او نرشه على البشره كويس، ونسيبه كام دقيقه، وبعد كده نشطف وشنا. طيب انا كمان ممكن اخلطه بمكونات تانية وبرده تديني فوائد كتير، يعني ممكن احط البيكنج باودر على زيت الزيتون والليمون، بس طبعا البشره المتحسسه اللي مش بتحب تستخدم الليمون هتستغنى عن الليمون، لكن البشره المختلطه او العاديه اللي مفيش مشاكل مع الليمون هي دي هتستخدم عادي. هتخلط زيت الزيتون مع البيكنج باودر مع الليمون ونقلب كويس، ونبدا برده نطبقه على البشره شويه في حركات دائريه، وبعد كده نبدا نغسل وشنا بعد كام دقيقه. ما بنزودش شويه، ما تحطوش على البشره ونسيبه كتير عشان بس ما يسببش حساسيه، بس هو من اول ما بتحطوه على البشره بتحسوا بالاختلاف. طب انا ممكن كمان دلوقتي استخدمه لما احنا قلنا ليه حروق الشمس، يعني هعمل منه غسول وابدا برضو اعمله زي كمادات للبشره عشان ابدا اهدي شويه من الحروق بتاعه الشمس. طب انا كده دلوقتي خلطته بزيت الزيتون بالليمون، ممكن استخدمته مع الميه مباشره وطبقته البيكنج باودر، يا ريت تجربوه فعلا تحفه وسحر جدا، وكمان مش مكلف، يعني البيكنج باودر او لما بنجيبه سواء في علبه او سواء في اكياس يعني مش غالي خالص. فهنبدأ نعمله ونبقى احنا استغنينا ان احنا نروح مكان او مركز تجميل ان احنا نعمل تقشير لبشرتنا. يا رب بقى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مش هقول بقى بألف هنا وشفا، لان النهاردة دي وصفتنا للاهتمام بنفسنا، ما تنسوش تجربوها وتقولولي رأيكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.